دبابي تجي مساء الخير. هاكا لعب مع ابني هلكته والله العظيم لهلكته. قال لي في الاول قال لي با خصك تجيبي من هنا ماشي نهلكك كدا هلكته. صافي كيعرف يلعب شي حاجه ولكن انا عمري ما لعبته كدا كيعجبني بان هذا واقع من الجهوبي ديالي. يا الله زندين اش نعملوا شي فوتو اش باش نعملوا تصويره انا وياه. صباح 8 الصباح وتدي واحد نص ساعه مشينا غسلنا وجهنا. يا ربي عرفتي ديك الرياضه ديال البارح مقتول شحال ما تريت بادل. من بعد عاودكم باش نمشي نشوف شي مطعم زين هنا نجلس ونعاودكم. الله رحمتي صاحبي مقتول كنحس بالموليات كيحقوني ماشي حاجه هيدا خفيف ليا. شنو خويا ربي كنحس براسي هنايا زعما بحال ضرب الصدر كنحس براسي مزيان. واحد خيتي معايا كتسمع رياضه والناس ما كاينوش الصباح بكري هنايا. انا كنت دابا بس نعست قيل الوحده صافي ديك سبع السوايع ديالي ما فايش سبع سوايع حتى السوايع مسالس بيا بس هنايا وصافي. بسم الله اليوم جاو مزيون تشوف الشمس اليوم ضخم هاد اليومين كان كاينه السخانه ولكن كان مسحبه وكدا ماشي الديكور ديال اسبانيا. جو مسموم اليوم عاد صباح الجو مسموم وما عندي لا بروغرام لا والو. قلت نمشي نهضر معاكم باش نشوف شنو باش نعمل. شحال هادي شنو كنت كنعمل شحال هادي كنت كنوض وكنمشي نتمشى نتريد. دابا جبتي ديك الخمام كنقول بعد ما نرجع لكم باديل كنخمم كنقول وانا ما كتاكلش شي صحي وديك الشيء ما عندها حتى شي معنى. الرياضه انا كنهضر على راسي الرياضه الحلاوه ديالها هو دائما عنده علاقه مع الماكله. يعني الماكله الصحه تاكل صحي تغيرت مشيتي تعبتي كتجي تعد شي عصير ولا شي حاجه كتجي. دابا اول حاجه اللي ماشي نعمل باش نمشي للسوبر ماركادو ماركادو دايم قريبه ليلي تسوقنا العيال فهمتيني. مثلا اليوم خصو ب فهمتي ديك الفارما اللي شرينا جديد بداو كيعجبو البيتزا خصو البيتزا يوميا. شحال كتباع البيتزا في السوبر ماركت كتباع لي دابا لي كنشري واحدة بحنايا كنشري وحدة ديال انا اللي عجبتني البارح انا كليتها بحال الساندويش قسما بالله مفتوحة شديتها بغيت كنعط فيها هي والدي لو تتفرج شنو كيعمل واش ما رياضة ماشي في التريين دابا باش قولوا لي وا بعدك حسن من والو وا هنايا في الفكره. انا كنمشي نتريد خصني النتيجه ماشي كنمشي نتريد باش نشط تنشط الحق انا خصني النتيجه باش تجيب بيتزا ماشي نجيب ديك البيتزا ديال 4 ديال الجبونات كتشريها بجوج اور وجوج اور ونص هنايا في المكرونة وديال التون كتعجب مولادي حتى انا كتجبني مزاونه اخا وجوج اور وستين عرفتي واعره ديك الفرع زعما شحال شريتو 330 الاورو والله ملي كيستحق اخاي. عرفتي شنو هي في العطله ابني كيدور كيقول لي خصني نفطر بيتزا على حيالها على حيالها ومشيت تشريها هنايا كتخلص 15 الاورو هنايا داخل سقسيت العيال قلت لهم كيبيعوا هنايا قال لك يا كيبيعوا قلت له شحال قال لك كيبيعوا بشي 12 الاورو قال لي والله ما قدرت ناكلها شريتها وسيبتها جوج ولادي قالوها لي. هادي اللي كنعدل لهم انا ديال 2 اورو و60 الله العظيم كيبقاو يدبزوا عليا لا لا الطريف ديالي لا هذا كيعجبني هذا بالزيتون لا لا كيبقاو يدبزوا عليا زعما فهمتي مقوت الديده. انا بعدك هذيك ديال 4 جبونات خصني يوميا اصاحبي وعرفتي باش تطلع وقيله بشي 10 كيلو زايده الحق ماشي مشكل ماشي مشكل. حتى الهولنديين كيقولوا دائما كيف كيطلعوا لهولندا مو العطله كيبداو يتغيروا شنو كيقول لك باش نزول الكيلوز ديال العطله ومعروفه صاحبي راه كدوز عام كامل ديال الحر فهمتيني؟ هو هذاك الشهر واحد يجي يتمتع وزعما دابا انا علاش زعما ولات زاد فيا 10 كيلو شنو ماشي يوقع؟ شنو ماشي ينقص؟ زعما ديك الميداليه الذهبيه ماشي صافي ماشي ننساها ماشي ديهاش يا ولا ديك المشاركه فما نعرفش اخاي فهمتيني؟ اللي مزيان
اللي كيعجبني انا هو يكون عندك دائما الهدف مزيانه ماشي غلط. ومثلا لحقت متاعنا بيتزا في الصباح بكري والله دوس عشان نعملوا الله دوس هنايا صاحبي تروح الله دو ديال فريسه ديال كنشهيكوا بها كنسمحوا لي وصافي انا ما عندي ما نعمل انا كنعاودكم شنو كاين عرفتي واحد الله دو ديال فريسه هنايا صاحبي الكورنيتو على تيف شنو كنعملوا له هنايا صاحبي بنتي كنشري لها وحده وحديتها شنو كيعجبها هي حلاضو يا خو وبني وحنايا كاملين الرجال زعما كناكلو نفس اللاضو كتفهم كنديرو 10 زيرو عاود الزريعه عاود البارح عبت معايا الزريعه من هولندا الزريعه اسبانيا كتجبني الحق هولندا واعره ما جبت تركيا هاد واحد تركيا هبط بزاف اصاحبي واعره 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 بزاف المهم الناس هولندا كيعرفوها ديال الاتراك جاب بزاف الانواع دابا انا كناكل واحد النوع اصاحبي والله ما كتشبع من الناس البارح كليت نمشي نقول لك جوج ديال الطباصل كايخ الله تعطيك لي كالوري وملاح وداك الشيء كنقولوا صاحبي شوف بعد كاين نرجع انا لهولندا نقول اخاي دابا الحرب دوزت ملخمه تمتعت مع راسي ودابا اخاي نحديو راسنا في الماكله دابا تعود رياضه المشي كتجي للدار عاود كتاكل داك الشيء كتبان النتيجه دابا اخاي ماشي نمشي ماشي ندير واحد الدوره بعيده ماشي نعملها ماشي نعملها ماشي نعملها ماشي نعملها ولكن ما بقاتش ديك الكانه ديال فحال شي حاله ديال النوض باش نتغير زعما باش نضعف لا والو حيت كنعرف راسي ماشي نمشي نرجع باش تشمخلك تشمخلك عاود الحاجه واحد الحاجه اللي ماشي نزولها حيت اولادي ما كيعجبهمش هو المناضات ماشي مناضات مناضات العواصير صافي ماشي نشريهمش الحمد لله بعدك شنو حنا عندنا ديك باستيه ديال فيتامينات كنعملوا الماء ونعملوا واحد باستيه كتفشفش فيها وكتشربها المهم المذاق فهمتيني زعما ديك العواصف وداك الشيء هذيك ما بقاش كي انا مابقاش كيعجبوني بزاف لدادي لا ما شي ولا بده ولادي ما كيشبهوهمش مخيره بعداك الثلاجه عاد كتبان احسن اليوم حيت الثلاجه هنايا كيعطي واك 10 ديال الامبير هنايا و10 ديال الامبير فيها الثلاجه فيها هذه فيها هذه فيها هذه الثلاجه ما بقاش تسخن بزاف اذا كانت عامره جات عندي واحد الهولنديه قالت لي الثلاجه ديالك ما حتى هي ما كتسخنش عاد واحد قلت لها شوف بالنسبه للامبير اللي كيعطيونا ما خصيش تعمرها بزاف عطينا قرار ان شاء الله العام اللي ما جاو داك كتاب وجينا ماشي نجيب جوج د الثلاجات واخا 140 الاورو زايده ايوا انا ودا ماشي نحسب شحال خسرت هاد المره هادي في الامور زايدين ماشي لازم الحاجات اللي نسيتها وداك الشيء راك 140 الاورو نحاولوا ما نساو والو ونخرج ولا واحد 140 الاورو زايده ماشي جوج الثلاجات علاش باش ما يكونوش عامرين باش تبقى تبرد تشرب البات تشرب البات دابا ما كتشربش الماء بارد 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 حبش بارد هذه اول حاجه ثاني حاجه كتمشي للسوبر مارشي كتشهي شي حاجه ايوا خاي عندهم الدلاحه كبيره صاحبي كتبغي ديها ما كتقدرش ديها الدلاح كنت له 10 زيرو انا ما تقدرش ديها علاش باش تستعلك دلاحه كبيره في الثلاجه الثلاجة عندك فيها دانو نيس البيطات ما نعرفش شنو ما نعرفش شنو لا اخاي قضية الماكلة اخاي في العطلة ماشي نبقاوش نختصروا فيها اخاي باش جو الثلاجة اخاي ماشي نشريو وريتكم مرة اخرى هذيك الكوزينة كبيرة اللي عندك اسبانيول اخاي انا عندي كوزينة اللي نسيت لها حدا يديها ماشي نعملوها اخاي جوج الكوزينة كوزينة كبيرة ويا خرا نشوف كنعمل فيها ثلاجه زايده كنستعملوها للصالات المهم شي حاجه نستعملوها نستعملوها انا عندي فهمتيني كنت شي مطعم بزاف انا ماشي نشري ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي وداك كتاب قلت لكم حتى هي مره اخرى ماشي نشري كاروسه كبيره ماشي دابا ماشي نبقى نخدم الذاكره حيت هذا الشيء ديال التجميع كيف كتكون هواد عنده الحلاوه ديالو كيعيطوا له فور بريت بالهولنديه المعنى ديالها فور بريت هو تمتع قبل ما توصل اللي خصك بحال دابا كتكون هواد الناس اللي هوادين من المغرب كيمشيو يتسوقوا شري تقاشا شري هذا شري كادوس كتحس كتكون فرحان من غير هذاك اللي بزز منه خصو يشري الكادوس الواحد اللي يكون فرحان ماشي شري حنا ما نقولوش الكادوس ماشي تمشي تشري راسك تشري واحد الكاسكيطات تشري هذه وتشري هذه وتشري هذه كتكون فرحان حيت انت هو المغرب كيعطيو له هذاك فوغ بغيت حق البغيت الصراحه اللي واعر هو كيف تكون تينا في المغرب حيت هذاك هو الهدف ديالك اللي مشيت تتمتع به يعني فوق بغيت يعني تمتع قبل التمتع الكبير علاش باش كون نهضر على فوق بغيت قلتكم ديك القضيه ديال الجمع عند الحلاوه ديالها او يا هادي او جيب هادي او جيب هادي ولكن هاد المره هادي اللي دوزت وندمت عليها بانك بديتي كتنسى الحاجه ماشي بديتي كتنسى نسيتي الحاجات بزاف مهمين
التليكوم عند بابا قلت كنكون دايز مثلا ماشي نمشي ندوش كنشوف هيدا كنشوف الناس جالس كيتفرجوا في التلفزيون وانا توحشتو عرفتي شنو نوض الصباح هيدا جالس هيدا ولا في الليل وتعمل هذه قناه المانيه هذه اسبانيوليه هذه وبابا وروز ما كتعرفو فهمتيني فتش هذه الكوره هاد بارديلو هذا ما نعرفش شنو ما نعرفش موضوع على هذا تجي الموسيقى تجي كدا انا توحشتو هذا وان شاء الله يا ربي ما تعاودش هاد القضيه هادي ما تعاودش نطلع ان شاء الله يا ربي حيت بابا باقي ما جربتو شي حاجه جديده انا ماشي نركبو ونجربو ما كانش عندي الوقت انا في الاخر فهمتيني حيت شريت له حتى واحد الماكينه سيتو هما ما كانت عندي في الحياه ديالي ماكينه كتفتش لك ماشي كتفتش لك كتبقى كيف كتقلب هي كتعطي لك مثلا 50% 70% هي كتشوف الساتيليت في دوه نورمال شحال هادي شنو كنا كنعملو حنا كندورو الى حتى كتوصل فيه عاد كتعمل طيط لي عقل انا نسيت شحال هادي هادي لا هادي واحد الماكينه ستيلو رخيصه ماشي غاليه كتفتش لك على داك الشيء شريتها وشفت بارابول جديد مزيون من المانيا وشنو اخر عاود المهم مسائل ديالو السلوكه ديالو داك الشيء نجربوها خاي واذا خدم خاي باش نجمعوا مسائل بحال ولا نستعملوا ديك البيز ديال الغرسه ما نعرف ما عرفش نجمعوها خاي ونخبعوا العام اللي ماجي ان شاء الله ربي داك الكتاب بالتيليكوموند ديالو بمسائل ديالو مع بعضيتو وعاد قررت اخاي باش نشبع الواقع واش ديرو اخاي عامل الواقع واش ديرو حق دابا ماشي نكتبو مثلا كوزينه خصني ندي هادشي كامل بالمعلقه نكتبها علاش انا ماشي ننسى مثلا متشك نجي لهنا نمشي نشري هنايا بايرا ولا بجوج اورو علاش اخاي طلعت الحساب اصاحبي شحال خسرت هاد المره غير في الحاجات زايدين اللي نسيتهم انا خليها الله وصل عاد الكوزينه ما استغلناش عرفتي الكوزينه صاحبي كيفاش عندي غزاله صاحبي بحال عرفتي مربع هيدا الثلاجه هنايا داخل طابله كنعلق شي امور هنايا عندك فين تعلق شي حياله صاحبي الحياله مع هاد المره الفران داك الشيء المهم ما كسبش لا حول ولا قوه الا بالله العظيم احنايا كناكلو بيتزا كنطيبو فيها ما عندناش كوزينه بحال الناس ما كاين حتى شي مشكله اخي تعلمنا باش دابا العام اللي ماجي كيما يجي نجمع شنو ماشي نعمل كوزينه بلاتي عطتني الحيه فهمتيني بلاتي شنو خصها موراها خصها الحدايد ديالها بام الخيمه بلاتي شنو خصها خصها الحدايد ديالها يكونوا دابا الحدايد انا عمري ما ننساهم ما يمكنش ننساهم لا اخي حيت ما يمكنش تحشيهم في ممكن ديك الساعه نجرب تحشيهم في مطعم كاملين بهم في مطعم واحد ممكن تلك الخيمه ديال الكوزينه كيمشي ان شاء الله يا ربي كيمشي ان شاء الله يا ربي شنو باش نعمل نحاول نزولها ما غنطلقها في الارض ونحاول نلويها بطريقه مزيانه ونحشي فيها هذيك الحديد ديالها باش عمرها ما توقع لي ان شاء الله يا ربي ولكن نقولوا حنايا نجمعوا مع بعض يسمع عندك ما نجبرهمش يتلفوا المهم نرجعوا دابا نبادل نهضروا على بادل